حدثنا قتيبه حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن اثال سيد اهل اليمامه فربطوه بساريه من سوار المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عندك يا ثمامه قال عندي يا محمد خير فذكر الحديث قال اطلقوا ثمامه